مرحبا بكم متابعينا إلى برنامج في القمة من المركز الدولي للمؤتمرات. عبد اللطيف رحال، أين اختتمت اليوم الدورة 7 لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز على مستوى الرؤساء وأيضا الوزراء الحكومات، والتي وصفت بالناجحة؟ قمة الجزائر توجت بالمصادقة على إعلان الجزائر، والذي جاء تحت شعار الغاز الطبيعي من أجل مستقبل طاقة آمن ومستدام. سيكون لنا نقاش حول أهم النقاط التي جاءت في إعلان الجزائر مع ضيوفي هنا في البلاطو، كل من البروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. بروفيسور مرحبا. شكرا لك أستاذ سيد أحمد هذه الاستضافة. مرحبا أستاذ. يحضر معنا أيضا الأستاذ محمد شريف ضروي الخبير في التخطيط الاستراتيجي. سيدي مرحبا. أهلا أستاذ الكريم. ويحضر معنا أيضا الدكتور الهواريتي غرسي المحلل الاقتصادي. مرحبا بكم أستاذ غرسي. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا لكم. أبدأ معكم بروفيسور مصطفى صايج، أكيد تابعتم حيثيات الأشغال اليوم وإعلان الجزائر وكلمة السيد رئيس الجمهورية في الختام. نبدأ مما قاله السيد الرئيس الذي وصف هذه القمة بالناجحة. ما هي مؤشرات هذا النجاح بروفيسور صايج؟ طبعا أولا القمة ناجحة بكل مقاييس، إذا حسبتها بمقياس التنظيم فإن بيان الجزائر كان تأكيد لجميع رؤساء الدول والحكومات على أساس أولا الإشادة بالإدارة الرشيدة والحكيمة للسيد رئيس الجمهورية واستضافة الدولة الجزائرية لهذا الكم وهذه المكانة لهذا المنتدى الذي يشكل قطب جيوطاقوي مهم بالنسبة إلى العالم. نتذكر الدول التي حضرت لديها 70% من احتياطي الغاز في العالم، نعم. تشكل أكثر من 40% من إنتاج الغاز على المستوى العالمي، وبالتالي الجزائر هنا حققت مقياس ثاني وهو النجاح على مستوى ونسميه بالدبلوماسية الطاقوية. وهنا إعادة المكانة السيد رئيس الجمهورية الذي وضع برنامجه، وهو خصوصا في البند المتعلق أن نعطي للدبلوماسية مكانتها الديناميكية، نعم. الاستباقية على كل المقاييس، وبالتالي هذا المقياس الثاني الذي استرجعنا في الحقيقة الديناميكية وحيوية هذه الدبلوماسية الجزائرية التي وكأننا أعدناها للعصر الذهبي. تذكرنا قمة الأوباك في منتصف السبعينيات عندما كانت الدبلوماسية الجزائرية تقوم بوساطات، وبالتالي المقياس الثاني وهو دعني أقول رسالة واضحة، رسالة طمأنة، لأن الشعار في حد ذاته لبيان الجزائر شعار الغاز كمورد آمن لكن موثوق ومستدام. هذا الأمن في إطار ما يسمى بالأمن الطاقوي، الجزائر استطاعت أن تسوق بأن المورد الطاقوي كغاز حيوي يشكل نوع من دائرة التعاون ويجب أن نرتقي به لكي نحقق أجندة التنمية المستدامة، نعم. 2030، نحقق أجندة إفريقيا 2063 بما يخدم المجتمع الدولي والخروج من الفقر وغيره. هو نجاح بالمستوى كذلك الآخر، وهو أنك استطعت من خلال تمثيل هذا العدد الكبير من الممثلين الذين حضروا الجزائر، هو دعني أقول مقياس النجاح يشكل هوية الدولة الجزائرية. ربما الذي لا يعرف، عشنا 4 أيام في هذا القصر للمؤتمرات، لكن كل مؤسسات الدولة كانت مجندة، من رئاسة الجمهورية، من وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة الطاقة، المؤسسة الإعلامية، التلفزيون الجزائري الذي كان باحترافية. أشاد بها السيد الرئيس اليوم. طبعا احترافية، لأن الذي لا يعرف هناك جنود الخفاء 24 ساعة ل 24 ساعة ينقلون المعلومة بأمانة، مجموعة الكم الهائل من الخبراء المحليين والدوليين. إذن أعتقد بأن، وهنا مهم جدا، الدولة في قوتها الناعمة إضافة إلى قوة الدبلوماسية الطاقوية كان إخراج على كل المستويات. أعتقد الذين حضروا من وسائل الإعلام من مختلف البلدان انبهروا بالثورة الإعلامية والرقمية التي تشهدها الجزائر على مستوى الإعلاميين، على مستوى المؤسسات الإعلامية المتنوعة، لكن تلفزيون الجزائري والقناة الثالثة كانت بامتياز، وهذا ليس فقط تثمين وإنما هو حقيقة أن نثمن ليس فقط الإعلاميين المسؤولين وإنما مجموعة التقنيين الذين سهروا وجنود الخفاء. وهنا دعني أقول في الجانب الأمني وفي هذه الظروف الجيوستراتيجية الحاسمة
أن تؤمن هذا الكم الهائل من رؤساء الدول في ظرف استثنائي على كل المستويات. نعم. يحسب لقوة وقدرة الجزائر أنها متكيفة مع جميع التحديات، ورسالة واضحة أن الغاز سيكون رسالة استراتيجية لما نسميه بتصدير السلام الطاقوي. جيد. خدمة للمجتمع الدولي. جيد. أستاذ محمد شريف ضروي، أنتم الخبير في التخطيط الاستراتيجي، أكيد طلعتم على إعلان الجزائر، ما هي الطبيعة، ما هو البعد الاستراتيجي لما جاء في هذا البيان أستاذ ضروي؟ فيما يخص هذه النقطة بالذات، هو النجاح الأكبر والنجاح الاستراتيجي الحقيقي الذي يمكن أن نتحدث عنه ونفصل في حيثيات نجاحه بشكل كبير. نعم. لأنه عندما نتحدث عن كما تفضل أستاذنا الكريم عن النجاح في التحضير، فهذا من قيمة ومقدرات الدولة الجزائرية. عندما نتحدث أيضا في النجاح في توسيع خلال 3 أيام دائرة عضوية المنتدى، فهذا نجاح آخر. عندما نتحدث عن كما تفضل الأستاذ عن الحضور رفيع المستوى، فهذا دلالة بهذا العدد الكبير، دلالة على نجاح الجزائر أيضا. عندما نتحدث عن المخرجات في حد ذاتها، هو النجاح الأكبر لإعلان الجزائر. ولكن أريد أن أشير إلى نقطة جد مهمة يجب أن نركز عليها أكثر من أي شيء، هو تلك المتغيرات في مقاربات نظام منظومة الغاز في العلاقات الدولية التي أحدثتها قمة الجزائر وإعلان الجزائر. لأول مرة أستاذي الكريم، منظمة ذات طابع اقتصادي أو ذات طابع تجاري، سميها كما شئت، ولكن هي ضمن المنظومة الاقتصادية، تتكلم بلغة التعاون والحوار المشترك الذي يراعي دائما الطرف الآخر، الجهة المقابلة. لأنه عندما نتحدث بلغة الاقتصاد سوف نتحدث عن الربحية. صحيح. عن الفوائد التي تحققها الدول الأعضاء داخل المنظمة، والقطاع في كيفية إدارته وتسيير شؤونه على المستوى الدولي في علاقاته الجيوسياسية والدبلوماسية والاقتصادية. هذا شيء متعارف عليه، ولكن اليوم نحن نستمع في لغة أخرى مغايرة تماما. الجزائر تقول يجب أن نتوسع في الاستماع إلى الطرف الآخر، الدول المستهلكة. هذه مقاربة لم تكن مطروحة ضمن المسارات الاقتصادية. هذه هي النجاحات الكبرى التي عودت الجزائر عليها المجتمع الدولي من خلال مقاربات حديثة جديدة ذات طابع استشرافي، ترى تنطلق من الواقع لتحضر للمستقبل. لأول مرة أستاذي الكريم تستمع إلى منظمة اقتصادية تقول لك ضمن حيثيات الإعلان يجب مراعاة القيمة السوقية لقطاع الغاز. صحيح. لأن الجزائر تتحدث عن ضرورة وجود أسعار ربحية للدول المصدرة مع مراعاة الوضع الاقتصادي أو الربحية الاقتصادية للدول المستهلكة. هذه المقاربة التي تطرحها الجزائر في عنوان كان تكلم عنه وزير الطاقة، بمجرد بداية تلاوة إعلان الجزائر قال نحن نتكلم عن الأمن والاستدامة، الأمن الطاقوي والأمن الغذائي والأمن في عدة مجالات. نعم. والاستدامة التي تراعي حقوق الشعوب الآنية مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة. صحيح. ثم يأتي في المادة، حتى يستعمل مصطلح الفقر الطاقوي الموجود في عند بعض الدول وضرورة تغطية هذا الفقر من خلال الدول المصدرة. صحيح. فهي نعم. مقاربة شمولية أيضا تضامنية، بارك الله فيك. ليأتي الوزير خلال تلاوة بيان إعلان الجزائر في المادة 8 و9 يضيف كلمة أخرى إلى الأمن والاستدامة، يقول الأمن والعدالة والاستدامة. عندما بمجرد ما نطق مصطلح العدالة، لأنه نتكلم عن هذا ميثاق شبه ميثاق سوف يؤسس لمرحلة قادمة في قطاع الغاز وإدارة شؤونه اقتصاديا عالميا، بمجرد ما ذكر مصطلح العدالة يعني أعطانا صورة على أنه إعلان الجزائر سوف يكون ميزان حقيقي. جاي. ما بين المرحلة الماضية من عمر منظومة الغاز والمرحلة المستقبلية، ما بين ميزان عدالة حقيقية ما بين الدول المصدرة والدول المستهلكة، وعدالة حقيقية لتطوير منظومة الغاز التقليدية السابقة و تطويرها بما يتوافق مع المتطلبات البيئية المناخية في العقود القادمة. جيد. أستاذ الهواري تيغرسي، الإعلان الجزائر كانت فيه عديد النقاط مبوبة حسب المحاور، لكن لخصها الشعار الذي جاء به الإعلان المعنون بالغاز الطبيعي من أجل مستقبل طاقة آمن ومستدام. هل يمكن أن نخرج أهم
النقاط التي يعنيها أو التي يرمي إليها هذا الشعار المختار لإعلان الجزائر أستاذ وليد غرسي؟ مهم جدا نعرف أنه هذا المنتدى كان تقريبا البداية بفكر فلسفي بالنسبة لقضية طبعا التشاور وقضية الحوار وقضية كثير من القضايا المهمة جدا، ولكن كان سيد الوزير الطاقة كان ركز على نقطة مهمة جدا اللي هي قضية التحول الطاقوي السلس وطبعا العادل، وهذا مهم جدا. طبعا لما في منظومة اقتصادية نحكي على إشكالية السلاسة بالنسبة لتطور طبعا طاقوي في المراحل القادمة، تحول طاقوي في المراحل القادمة، ودور الطاقة، دور الموارد الطاقوية في طبعا هذا التحدي بالنسبة لي، حتى بالنسبة للعدالة، هنا نحكي على إشكالية العدالة وكل الرهانات اللي كانت في المراحل السابقة وكل المشاكل اللي موجودة في العالم. اليوم نشهد مشاكل موجودة فيما يخص طبعا الدول المنتجة، ونحكي على سواء بالنسبة لإشكالية التنمية المستدامة، إذا لم ترتقي هذه الدول المنتجة إلى خلينا نقول لك إلى تنمية مستدامة حقيقية من خلال استغلال الإمكانيات وتطوير طبعا تطوير هذه الإمكانيات، لأنه نحكو على طبعا توفير الأمن الطاقوي مهم جدا. نعم نوفر هذه الأمن الطاقوي بالنسبة لدول الشمال، ولكن لا يمكن طبعا نسيان دول الجنوب فيما يخص هذه العملية. معناتها أنه تقريبا هناك مليار شخص في العالم لم يرتقى أو لم يرتقي إلى الحصول على هذه الموارد الطاقوية. نظن أنه البيان تاع اليوم يركز على دول الشمال. نعم يمكن أن تكون حوار بين الشمال والجنوب، يمكن كذلك بالنسبة لي إيجاد الحلول بالنسبة لهذه الدول، حتى يمكن نقل التكنولوجيا مهمة. نعم جدا للدول، حتى الدول المنتجة للمصدر الغاز تحتاج إلى التكنولوجيا أكيد، لأنه بطريقة غير مباشرة نحكو على إشكالية نعم إشكالية النمو وإشكالية الاستثمار وإشكالية طبعا تحول تكنولوجي وإشكال كثير من الإشكالات، ولكن كيف يمكن تحويل هذه المادة والاستفادة طبعا من الطرفين، لأننا نحكي على تقريبا مليار شخص موجود في الجنوب لم يرتقي إلى الحصول. نحكي لك على طبعا دول في إفريقيا من الدول تقريبا اللي عندها إنتاج وفير، ولكن لما تخرج بعشرين كيلومتر على العاصمة تقريبا كله ظلام. كيف يمكن أنه نفعل أكثر لكلمة جميلة جدا بالنسبة للتنمية المستدامة من خلال طبعا 17 نقطة، ليس فقط أنه كيف يمكن تحويل الحفاظ على البيئة ولكن الحفاظ على الشخص. هذا الفكر اللي كان مطروح طبعا ارتقى مستوى القرارات ومستوى المخرجات إلى تغطية تقريبا كل الجوانب، سواء بالنسبة للجانب الإنتاجي للوصول طبعا إلى تحقيق هذا الأمن الغذائي المطلوب من الدول، خاصة دول الشمال في المرحلة القادمة. نعم نوفر لكم طبعا كل المنتجات، ولكن كيف يمكن إحداث حركية بالنسبة للتحول الطاقوي؟ كيف يمكن استغلال طبعا التحول الطاقوي، لأنه السيد الوزير يؤكد أنه المصدر بالنسبة للتحول الطاقوي هو الغاز. مهم جدا هذا الفكر، حتى بالنسبة لإشكالية البيئة اللي موجودة في العالم، مش فقط في الجانب ذا، ولكن نقطة أخرى مرتبطة بتكاليف والمحسوبة في كثير من المرات على دول الجنوب. معناتها بالنسبة للعب أو الضغط الضريبي اللي مفروض على دول الجنوب عكس طبعا دول الشمال، ولكن في الواقع يتحملوا الجنوب. نعم ولكن يتحملوا في دول الشمال، لأنه في الأخير طبعا راح تدخل في مدخلات الإنتاج. الفكر الآن والوعي الآن كيف يمكن تحقيق عالم نظيف، ولكن كيف يمكن تحقيق هذه العدالة الاجتماعية من خلال تخفيض عدة أمور وتطوير عدة أمور في المراحل القادمة. جيد بروفيسور مصطفى صايج، أجمعتم أنتم المحللون والمراقبون أن هذه الدورة السابعة تأتي في ظروف جيوستراتيجية استثنائية وحساسة وخاصة. إعلان الجزائر اليوم كان لديه بعد اقتصادي، لكن كان لديه أيضا بعد جيوستراتيجي. مثلا لما نتحدث عن الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول على مواردها من الغاز الطبيعي، بروفيسور مصطفى صايج، هذه رسالة واضحة في ظل ما يحدث اليوم في العالم.
طبعا تقريبا كانت هو المبدأ الأول. نعم. إذا لاحظت في بيان الجزائر هو إعادة التأكيد، وهنا في تقديري انطلاقا من الخبرة الجزائرية، أنت تعرف أول بلد قام بتأميم المحروقات واسترجاع سيادته على الموارد الحيوية كانت الجزائر. كانت تجربة في شيلي في الخمسينيات لكن فشلت، وكانت تجربة أخرى في الستينيات في العراق، تم اغتيال رئيس الوزراء في تلك الفترة، وبالتالي الجزائر كانت لديها هذه الخبرة التاريخية بأنه لا يمكن أن نبني نظام اقتصادي دولي عادل، وهنا هذه المطالب التاريخية، أن نبحث عن نظام اقتصادي دولي جديد انطلاقا من حق الدول والشعوب بالتمتع بمواردها. وفي نفس الإطار عندما تقول هذه الموارد أن يتم ترجمتها في خدمة التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشي للمواطنين الذين يمتلكون هذا المورد الحيوي. نعم. رئيس الجمهورية ذكر ربما في قمة مالابو في غينيا الاستوائية، وعفوا في قمة الدوحة في 2022، هذه النقطة عندما قال الجزائر تفتخر بفضل المورد الحيوي للغاز استطعنا أن نربط الكهرباء 100% في الجزائر. صحيح. أن نصل بين 65 إلى 70% بربط الغاز حتى في المناطق النائية. وأحد أجنداته في بداية السنة الأولى لرئاسته هو القضاء على مناطق الظل. عندما تقول القضاء على مناطق الظل أن تحسن البيئة المعيشية بما فيها أن يكون مرتبط بالمؤشرات الطاقة الغاز والكهرباء. إذن هذا الذي تهدف إليه الجزائر، لكن في نفس الإطار أن الكثير من بؤر النزاعات التي تعيشها خصوصا منطقتنا الإفريقية أو العربية، أحد الأهداف التي أدت إلى إذكاء النزاعات والحروب هي في النهاية أن يتم الاستيلاء على الموارد الحيوية. لا أعطي الأمثلة، لكن طول أمد الحروب والنزاعات هي في النهاية كيف يمكن لشركات متعددة الجنسيات المتعاقدة أو متصارعة فيما بينها إقليمية أو دولية لكي تحيد هذا المورد عن بناء مؤسسات للدولة مستقرة ويكون الثروة هو ملكها. أعتقد أن هذه النقطة كانت واضحة جدا. الجانب الثاني أن الجزائر في هذه السيادة لديها تجربتها، وهنا ربما كان من الملفت للانتباه في اليوم الثاني للمنتدى عندما تكرم شركة سوناتراك، فهو تقييم تاريخي وتقييم استراتيجي. تاريخي لأن أول شركة وضعت أو اكتشفت الغاز المسال وسوقته للمملكة المتحدة بريطانيا، وفي نفس الإطار الخبرة التنظيمية وغيرها. إذن يمكن من خلال استرجاع سيادتنا على الثروات لكن بطمأنة بالمفهوم المصلحة الوطنية. نعم. تقاسم المنافع، تقاسم الخبرات، تقاسم الشراكات. وأعتقد أن الجزائر في استرجاع سيادتها أصبحت نموذجا حتى بالنسبة للدول التي انضمت أخيرا. أتحدث عن الموزمبيق، رئيس الموزمبيق الذي جاء يومين قبل المنتدى كانت هناك اتفاقيات. ما سمعناه على هامش المنتدى من موريتانيا والسنغال، رئيس الجمهورية كان واضح في كلماته الأولى الافتتاحية، الجزائر تضع كل خبراتها وهندستها من الإنتاج والاستكشاف إلى التسويق لدى هذه الدول. صحيح. لكي نقدم خبراتنا ومرافقتنا. نعم. لكي نحافظ على ثرواتنا بما يخدم الهم المشترك وهو التنمية المستدامة وتحقيق أجندة إفريقيا 2063. أعتقد هذا مهم جدا. نعم. خصوصا وأن هناك تفاؤل ليس فقط الجزائر التي تمتلك هذه القوة الطاقوية، كيف نربط النيجر مع نيجيريا. رؤية تفاؤلية في هذا الملتقى، أعتقد أن في السنتين القادمتين ستأخذ مسار ووتيرة متسارعة جدا، لأن برغم أن رئيس المنتدى لم يتحدث عن دول ممكن أن تنضم، أعتقد أن الكثير من الدول الإفريقية سيكون إغراء. صحيح. للنموذج الجزائري، لكن هذا النموذج يبحث عن بناء الاستقرار. عندما تقول مشروع نيجيريا النيجر الجزائر أوروبا، فأنت تبني التنمية المستدامة. مجموعة دول النيجر مثلا 70% من الكهرباء هي في تابعة إلى نيجيريا. أنا لا أنظر باللحظة الحداثية الحالية. نعم. النظرة التفاؤلية الاستشرافية أن الغاز سوف يعطي اندماج جهوي مهم جدا، ونحن في نظريات التكامل الاندماج دائما ما نقول تحريك المنفعة المشتركة سوف تعطي إغراءات مهمة. نعم. للمجتمعات لكي تبني التماسك الاجتماعي. جيد. ونكون على غرار أوروبا. الفحم والفولاذ استطاع لثلاث دول في أوروبا أن تتوسع إلى هذا السوق الموحدة، مع الرغم أن أوروبا دخلت في حرب عالمية أولى وثانية. إذن النظرة التفاؤلية للجزائر، يمكن بلا الغاز
أن نشكل ما أسميه بالسلام الطاقوي وبناء التنمية المستدامة في المنطقة. جيد أستاذ شريف محمد شريف ضروي، نقطة مهمة جدا أثيرت في إعلان الجزيرة وهي قضية ضرورة حماية المنشآت الغازية وأيضا قنوات الإمداد والبواخر. لماذا تم التركيز على هذه النقطة وتمت الإشارة أن حماية هذه المنشآت وهذه الأنابيب أنابيب العبور تعود بالفائدة على دول المنبع ودول المصب في آن واحد أستاذ؟ عندما أستاذي الكريم نتكلم عن فقط سنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة ونتكلم عن تفجير يعني الأنبوب الرابط بين روسيا وأوروبا نورد ستريم، عندما نتحدث أيضا عن العديد من التدخلات في شؤون الدول خاصة الدول الضعيفة للسيطرة على مواردها دون أن نحدد بالاسم وغير ذلك، عندما نتحدث أيضا عن محاولة العديد من الدول السيطرة على تكنولوجيات الإمداد والربط بالأنابيب وغير ذلك، لأن الربط بالأنابيب ليس هو عملية بسيطة تقليدية يعني أنابيب بسيطة حتى يكون معنا المشاهد في الصورة، لأنه يتعلق بعمليات حسابية كبيرة جدا وهندسة خاصة وتقنيات خاصة وأيضا مواد تستعمل خاصة جدا جدا، لأنه هذه أنابيب لديها التقنيات والجزائر من الدول الكبرى عالميا في الخبرات في مثل هذا المجال. ولكن كل هذه النقاط جعلت الجزائر وكل الدول تستفيد وتستبق الأحداث، خاصة وأنها عندما تدمج هذه الأخبار السيئة والمعلومات السيئة مع الوضع السائد كما تفضلت مع الأستاذ في الجانب الجيوسياسي الذي انتقل من الصراع السياسي والصراع الاقتصادي والتجاري إلى صراع عسكري وأمني، يعطيك دلالة قطعية على أنه في المستقبل مستوى المخاطر سيرتفع. لذلك ضرورة تأمين هذه المنشآت هو تأمين الاستثمار في حد ذاته بالدرجة الأولى، ثم تأمين لموارد قيمة الموارد للدول المصدرة وضمان الاستمرارية التوريد للدول المستهلكة. صحيح. لذلك نقول على أنه مصطلح التعاون الذي تكلمت عنه الجزائر هو مشترك لكل الأطراف ذات المصلحة، لأنه حماية هذه الأنابيب للدول المستوردة يضمن استمرارية التوريد إليها ويجعلها بعيدة كل البعد عن أي أزمات مفاجئة سواء تؤثر على منظوماتها الصناعية أو الاستهلاك البشري الطبيعي من خلال التدفئة وغير ذلك في أبسط أشكال استعمالات الغاز. وعندما نجد أيضا حضور الرئيس التونسي الذي حضر إلى الجزائر، يمكن ضيف شرف ولكن لديه مدلولات، لديه مؤشرات، لديه معطيات معينة جعلت من حضوره يكون قيمة مضافة للمنتدى. فنحن نتكلم عن رؤساء الدول، كل شيء مضبوط، كل شيء لديه غايات وأهداف. دولة تونس من الدول التي تمر عليها أنابيب. أستاذ محمد شهدور، المحور الذي نتحدث عنه كثيرا في حصصنا محور داكار تونس تحقق اليوم من داكار إلى موريتانيا مرورا بالجزائر وصولا إلى تونس، ولكن تمدد أستاذ الكريم بالأمس إلى داكار، لأنه تمدد فعليا من خلال ملف العضوية الآن. صحيح. أصبحنا نتكلم عن داكار نواقشت الجزائر تونس وندخل إلى أوروبا. هذه هي التشاركية حقيقية، ولكن أكثر من ذلك هذا هو التفعيل الحقيقي لمقاربات الجزائر على أرض الميدان. الجزائر تحدثت عن بعدها الإفريقي وضرورة أفرقة الحلول للمشاكل الإفريقية وضرورة الوحدة الإفريقية الاقتصادية التي تؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي. صحيح. ومنها الاستقرار الأمني وبناء منظومة إفريقية حقيقية تعود على رفاه الشعوب. الجزائر الآن من خلال المنتدى كعينة فقط تدمج هذه المقاربات على أرض الواقع على طاولة المنتدى. نحن نتكلم عن الموزمبيق ونتكلم عن موريتانيا ونتكلم عن السنغال. ومع حضور تونس هذا المسار من الناحية كما تفضلت اللوجستيكية وتأمين المنشآت هو دور حيوي حقيقي. والجزائر أيضا، ولا أتكلم كجزائري ولكن أتكلم كتقنية الآن، فالجزائر من الدول الرائدة في حماية المنشآت وهي قدوة حقيقية لباقي الدول تستفيد من خبراتها، وخاصة وأنه تحدثنا كثيرا ومن خلال الإعلان نتحدث عن ضرورة الاندماج. عندما نجد مصطلح التعاون يتكرر أكثر من مرة فهنا نصل إلى متتالية تصلك إلى يساوي الاندماج.
لذلك ضروري جدا أن يستوعب الجميع الغايات الكبرى الاستراتيجية لإعلان الجزائر. جيد أستاذ الهواري، تغرسي قضية مهمة جدا. أكيد إعلان الجزائر تحدث عن ذلك، عن بناء التوافق الاستراتيجي ما بين دول المنبع ودول المصب، وعن التضامن مع الدول التي تشهد فقرا طاقويا، لكن تحدث أيضا عن بعض الممارسات التي تستعملها بعض الدول والخاصة بالضغط باسم التغيير المناخي وبتسقيف الأسعار وأيضا بالجباية. اليوم في إعلان الجزائر شعرنا وكأن الدول المصدرة للغاز لديها رسالة واضحة بأنها لا يجب على هذه الدول أن تستعمل الغاز كورقة ضغط على الدول المنتجة الموجودة في الجنوب. وصل هو لتغرس. طبعا أكيد شفناها من خلال الممارسات، ولما نشوف طبعا هذه الممارسات بالنسبة للرسوم، وبحكم طبعا الضريبة المفروضة بالنسبة للبيئة، وشفنا رسوم كبيرة اليوم، فقط مشاكل موجودة بالنسبة للعبور، بالنسبة صحيح. للناقلات الطاقوية، رسوم أخرى بالنسبة لي. هذه من يدفع طبعا هذه الرسوم؟ يدفعها في كثير من حالات المواطن، مواطن بالنسبة لدول المنبع، وهذا مهم جدا. ولكن المراحل اليوم أنه شفنا تقريبا معالجة كل القضايا أو كل طبعا المشاكل بطريقة أكثر حضرية من خلال التناغم بين الدول المنتجة. اليوم البيان ما يحكيش على الدول المنتجة، ولكن دول منتجة نعم، ولكن دول طبعا مستهلكة، كيف يمكن طبعا إحداث الحركية بالنسبة لعملية التقارب بين المجموعتين، بين دول الشمال وطبعا بين دول الجنوب. ولكن إشكالية تطوير المنظومة من خلال مراكز أو مركز بحث مهم جدا بالنسبة لهذه الدول، لأنه الحلول لا يمكن أنه أن ننتظر الحلول أن جينا من دول الشمال في هذا الجيل. يجب أن تكون وحدة تكامل، اتخاذ قرار طبعا بالنسبة لهذه المجموعة. الآن تقريبا شفنا أنه تطور وزيادة بالنسبة لهذه الدول بالنسبة لاتخاذ قرارات مهمة جدا. ولكن بكل صراحة، كيف يمكن الحفاظ على المصالح نتاعها من البداية من خلال قرارات مهمة جدا؟ كيف يمكن تطوير البحث العلمي؟ اليوم اللغة طبعا مختلفة تماما، الحديث عن التعاون التكنولوجي بين الدول، حتى بالنسبة للدول الموجودة في هذا المنتدى، نحكي على سواء بالنسبة لروسيا، سواء بالنسبة لقطر، سواء بالنسبة للجزائر، سواء بالنسبة لطهران، هناك طبعا تفوق فيما يخص هذا التكنولوجي. واليوم نحكو كذلك على إشكالية التعاون بين الدول لتحقيق نظن أنه منفعة بالنسبة لكل الدول الموجودة بالنسبة لهذا المنتدى، للولوج إلى منظومة اقتصادية حقيقية وتخفيض إشكالية التكاليف، لأنه التكاليف مرتبطة بعملية الاستكشاف، التكاليف مرتبطة بعملية التطوير، التكاليف المرتبطة بعملية الاستثمار، التكاليف المرتبطة بعملية النقل، كل هذه الأمور. اليوم نحكي على مسارات مهمة جدا، خاصة بالنسبة للأنابيب. بكل صراحة كان هناك أنابيب بالنسبة لإفريقيا، مثلا أنبوب الغاز الرابط بين النيجر اللي كان ذكره الأستاذ، بين نيجيريا والنيجر والجزائر، لم ترتقي مستوى هذه الدول الأوروبية إلى وقوف وتمويل مشاريع مهمة جدا، لأنه الهدف هو كيف يمكن الحصول على هذه الموارد الطاقوية. هناك طبعا مشروع بالنسبة للجزائر في المراحل القادمة، الجزائر تونس وإيطاليا، مهم جدا. وحتى أنه هذا المشروع راح يوصل طبعا منتجات أخرى، منتجات طبعا طاقوية صديقة للبيئة، وتستعمل طبعا تكنولوجيا حديثة، سواء بالنسبة للهيدروجين الأخضر، سواء بالنسبة للكهرباء، سواء بالنسبة لعدة منتجات يمكن طبعا توصيلها إلى دول طبعا، لأنه هنا الإشكالية فيما يخص والمشاكل الموجودة مرتبطة بإشكالية الاستثمار والتمويل بالنسبة لهذه المشاريع الاقتصادية المهمة جدا، واللي طبعا راح تخفض العبء بالنسبة لهذه الدول المنتجة والدول طبعا المصدرة. نحكي على أرقام مهمة جدا، لأنه لما نحكي بلغة الأرقام
الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا تمثل 80% بالنسبة للناتج العامي، ولكن لما نشوف القدرة نتاعها 25% بالنسبة لقيمة الصادرات، ولكن بالمقابل 70% من الناتج الإفريقي ومن الناتج لدول طبعا الجنوب. قضية التصدير لم يرتقي إلى مستوى طبعا 40%، إذا هناك خلل في المنظومة حتى بالنسبة للعملية التسويقية في هذه المرحلة. نظن كان عدة مواضيع طبعا ساهم فيها كثير من الدول من خلال النقاش والحوار اللي كان موجود للرقي بهذه التنظيم المهم جدا. جيد. بروفيسور مصطفى صايج، قبل بداية القمة كنا نتحدث عن ما هي الأولويات التي يجب أن تناقش على الطاولة، اليوم إعلان الجزائر بين أيدينا، سؤال يطرح نفسه، ماذا بعد قمة الجزائر بروفيسور مصطفى صايج؟ طبعا ما بعد قمة الجزائر إذا لاحظت كان هناك يعني أقول ربما التذكير بمسار هذا المنتدى. صحيح. كان متعمدا أن نذكر أن قمة الجزائر هي استمرارية لما سبق منذ قمة الدوحة في 2011، هي استمرارية لنفس الأهداف، التزام بالمبادئ الأربعة من ضمنها أن يتم تسويق الغاز كمورد حيوي. هناك بنفس الإطار هذا التسويق المتفائل جدا، تذكرنا لثلاث أيام كنا تقريبا نضع الخريطة التفاؤلية بأن البيان لا يخرج عن أربع أهداف أساسية، والجزائر ترجمتها عمليا. الترجمة العملية في تثمين هذا المورد بإنشاء هذا المعهد أو المركز للأبحاث حول الغاز، لأنه بدون أن تخلق نوع من التنسيق التقني وتقاسم الخبرات لجميع الدول لا يمكن أن تستمر، وبالتالي الجزائر كانت هي السباقة في اقتراح هذا الموضوع، وتم تدشين هذا المركز تقريبا 3 سنوات والمشروع قائما الآن. فعليا الجزائر سوف تحتضن هذا المركز. عندما تحتضن هذا المركز سوف تحقق هدف فعلي، كيف يمكن أن نجمع الخبرات. لاحظ بالأمس مثلا كان هناك التوقيع بشراكات مع قطب اقتصادي مهم جدا، عندما تقول المجموعة الاقتصادية أو المخبر الاقتصادي لمجموعة الآسيان وشرق آسيا، اللجنة الإفريقية للطاقة، في ما قبل كان هناك التوقيع مع منظمة أمريكا اللاتينية للطاقة مع الاتحاد الدولي للغاز. هذا ماذا يعني؟ في أحد مبادئه أن نعمق الشراكات، لأن الغاز يحتاج إلى مراكز التفكير، يحتاج إلى الخبرات، يحتاج إلى تبادل الخبرات على كل المستوى، لكن كذلك في النهاية أن تسوق هذا المنتوج لدوائر أساسية في مستقبل الغاز. عندما تقول آسيا، كل التوجهات المستقبلية، أنت تتحدث مثلا عن الآسيان، مجموعة اقتصادية ذات قطب صاعد اقتصاديا، لكن خلفها لديك الهند والصين التي تحتاج إلى هذا الغاز، خصوصا الغاز المسال. نتحدث عن أمريكا اللاتينية، تقريبا هذه الدول التي تحتاج كذلك إلى الغاز. إفريقيا توقعات 2050 سوف يتصاعد الطلب على الغاز بنسبة ما يقارب 140%. إذن هذا ماذا يعني؟ أن الجزائر لديها القدرة من خلال المركز، كما يقال في الدراسات الاستشرافية، يجب ابتكار المستقبل وليس انتظاره. الجزائر ابتكرت هذا المستقبل لكي تتكيف معه بهذه السرعة، وفي نفس الإطار خطاب دبلوماسي مطمئن. نحن لا نستخدم الغاز كورقة استراتيجية مبتزة، لا نستخدمها. لاحظنا عندما تقول حتى الاتحاد الأوروبي في أدبياته الاستراتيجية دائما ما يقول أن الجزائر ذلك الشريك الاستراتيجي الموثوق فيه الآمن في عز الأزمات في كوفيد، اتضح بأن الغاز هو سلعة حيوية جدا. صح. وكذبت الأطروحات الاصطناعية التشاؤمية التي كانت تضع بعض القيود، أشرت للأستاذ القيود سواء الضريبية أو غيره. البنك الاستثمار الأوروبي قبل كوفيد وضع شروطا أنه لا يمكن المساهمة في الاستثمارات في الطاقات الحفورية بضمنها الغاز، وهنا الجزائر هي التي سوقت هذه الصورة بأن الغاز هو صديق البيئة. نعم. هو صديق كل ما يتعلق بمستقبل الانتقال الطاقوي، وهنا حتى تقديرات 2050 لا يمكن أن نضع التفاؤلات الغير واقعية. الطاقات الأحفورية
سوف تبقى تقريبا بنسبة 70% في آفاق 2050. وهنا حصة هذا الغاز بتقارير علمية طبعا بروفيسور. تقارير نعم. علمية. وهنا حتى الأوروبيين ذاتهم نعم. هل تعرف في سنة 2022 عندما بضغوطات أوروبية بعدم الاستثمار في هذا الطاقة الحيوية استخدموا الفحم؟ ألمانيا كقطب اقتصادي المحافظ على البيئة يلجأ إلى الفحم. وهنا أيهما أفضل في صديق للبيئة، الفحم أم الغاز؟ إذن هذا ماذا يعني؟ في بعض الأحيان البيان كان واضحا جدا كذلك، بمعنى التسويق. وهنا قيمة الجزائر، النموذج الذي أمامنا مع أوروبا، مع أوريكوماتي هذا النموذج مع إيطاليا، والآن الحديث عن الشراكة مع ألمانيا، الحديث مع الشراكة مع تركيا في قلب أوراسيا. إذن هذا كله يعطيك بأن الجزائر في شراكاتها الآمنة والموثوقة هو الذي سيعيد التفكير والإدراك لدى صانع القرار في أوروبا، خصوصا في التجربتين السابقتين، التحدي البيئي لكوفيد والتحدي الجيوستراتيجي للحرب الروسية الأوكرانية، لأن الاضطرابات الاجتماعية الاقتصادية سببها نقص هذا المورد الحيوي. وأصبح المواطن في أوروبا، هل تعرف سيد أحمد، أصبح الآن التدفئة بفاتورة غالية جدا، وكان يوزع برزنامة زمنية في جميع الدول الأوروبية. هنا لو كانت الإدراك بأن الغاز يمكن أن يساهم في التنمية، وهذه هي القيمة الحقيقية لبيان الجزائر، أنه منتوج متاح للجميع، مرن، ويمكن أن يساهم في التنمية والانتقال الطاقوي. وهذا هو ربما المعهد سيقوم بهذه الدراسات بالشراكات مع كل مخابر المحايدة العلمية في العالم. جيد. أستاذ محمد شريف أذروي، ما بعد قمة الجزائر؟ ما بعد قمة الجزائر أستاذ الكريم، نقول لك أنه كل الدول والمنظمات التي تريد إحداث بطريقة أو بأخرى إعادة سيطرة من خلال نفوذ قانوني أو نفوذ تنظيمي لمنظومة الغاز العالمية خاصة من الدول الغربية، سوف تأخذ إما في الليونة والتنازل والاندماج في كل الطروحات إعلان الجزائر أو زيادة مستويات الصدام. عندما نتحدث عن الصدام كتحليل لن يكون ممكنا للدول الغربية، لأن كنا سوف تتحدث عن صدام سياسي ودبلوماسي عسكري يعود بشكل مباشر على اقتصادات هذه الدول، ما يجعله نقطة ارتكاز ثانية ضغط على هذه الدول حتى تعود إلى المنطق الذي تحدثت به لغة إعلان الجزائر. إعلان الجزائر يمكن أن نقول على أنه إعلان علمي، إعلان خبراتي، إعلان متكامل، إعلان استراتيجي، ولكن كل هذه يمكن أن نلخصها في كلمة واحدة أو كلمتين على أقصى تقدير، هو إعلان المنطق العادل الحقيقي لتنمية متوازنة تنطلق من موارد طاقوية أنضفها مادة الغاز التي نتحدث عنها اليوم. أريد فقط أن أضيف كلمة وباختصار. تفضل باختصار. نحن نتكلم، نجحت الجزائر في هذا المنتدى، في هذا الالتزام الدولي، ولكن نقول أيضا سؤال جد مهم، لماذا تنجح الجزائر؟ لماذا تنجح الجزائر؟ أصبح الآن بعلاقة بمسار تراتبي بتدرج متواصل ومستمر على أن الجزائر دائما أكبر من الذاتية، دائما أكبر من اختزال الفائدة والأرباح لفائدة الجزائر، دائما الجزائر أرقى إلا أن تكون دولة تتكلم باسم شعوب العالم، باسم التنمية الحقيقية العادلة والاقتصاد المتوازن العالمي في كل مجالاته، خاصة ونحن نتحدث عن المحرك الأساسي للصناعة الاقتصادية جيد. اللي هو مورد الغاز. جيد. أستاذ الوليد الخصيف الأخير. أكيد طبعا مخرجات مهمة جدا. نعم. مخرجات في قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية، لأنه يحكي على إشكالية التنمية المستدامة في المراحل القادمة، لأنه حتى بالنسبة لسيد وزير الطاقة يحكي على طبعا تحول طاقة طاقوي فيما يخص هذا الجانب، ولكن سلس وعادل. نظن أنه المراحل القادمة راح نشوفوا حركية بالنسبة للعالم بصفة عامة. نظن أنه مشاكل كانت موجودة قبل طبعا هذا القرار المرتبطة بهذا العالم. نظن أنه حتى التصريحات اللي كان في المراحل القادمة بالنسبة للأمين الأممي، بالنسبة لهذا التنظيم اللي موجود في العالم، بالنسبة للأمم المتحدة، بالنسبة لهذه المؤسسات المالية. اليوم طبعا رغم أنه هناك الاستثمارات كبرى، ولكن لم ترتقي هذه المؤسسات إلى الولوج أو إلى طبعا تمويل كل الاستثمارات المتعلقة. نظن
هذا التكاثف وهذا التكامل ووحدة القرار. نعم. راح نشوفه طبعا حلول مهمة جدا لكل المواطن وطبعا كل شعوب العالم في المستقبل. جيد، شكرا لكم ضيوفي الكرام على الحضور في هذا البلاطو وكل بلاطوهات التلفزيون الجزائري خلال هذه القمة. أستاذ الهواري تغرسي المحلل الاقتصادي، شكرا لكم سيدي على الحضور معنا وعلى موافاتنا بكل هذه التحاليل وهذه المتابعات. شكرا لكم أستاذ الهواري تغرسي. أستاذ محمد شريف ذروي الخبير في التخطيط الاستراتيجي، شكرا لكم أيضا على المواظبة على هذا البلاطو معنا في التلفزيون الجزائري. شكرا لكم بروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلوم والسياسة والعلاقات الدولية، شكرا على توجيهاتكم أيضا بالإضافة إلى مشاركتكم معنا ضمن هذا البلاطو. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام برنامج في القمة الذي واكبنا من خلاله حيثيات قمة الجزائر الدورة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز قبيل البداية إلى النهاية إلى إعلان الجزائر. تقبلوا تحياتي وتحيات كل الفريق الصحفي والتقني الذي أشرف والذي عمل هنا في المركز الدولي للمؤتمرات. أشكر كل من زميل لطفي سالمي وحمزة بالقسام في الإشراف، في الإخراج استودان بخوش، أمين محروق، مروان فراح، أنيس حجوجة، سمير ملال وسمير حامل، بالإضافة إلى الزميل محمد عبد الحق بن راشد. في أشكر أيضا الزميل محمد وعديان، سليم بوصباطي، الشايب إلهام مساوي وإسلام بولعشاب، أيضا زملائي الصحفيين الذين كانوا خلية نحل بأتم معنى الكاملة هنا في هذا المركز، مركز الدولي للمؤتمرات. زميلتي نجوى جدي، وليد صاري، زكريا مهوبي، أحمد خير الدين، سونيا قاسي، حورية جرجار، زملائي في القناة الرابعة في كانال أرجيري أيضا. وأشكر الشكر موصول بشدة إلى كل الأساتذة والخبراء والمحللين من داخل الجزائر ومن خارجها الذين نورونا في هذه البلاطوهات. الأستاذ محمد شريف ذروي قدم سؤالا منذ قليل وقال لماذا تنجح الجزائر؟ ببساطة لأنها الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله.